اوكي، اليوم يا جماعة راح نبلش في شابتر 5، وراح نبلش في 5.1 exponential functions، يعني الاقترانات الأسية. هلا خلينا نشوف مع بعض كيف الشكل العام للاقتران الأسي. إذا عندنا the general form of the exponential function is، شو الصورة العامة لأي اقتران؟ أسي هو عبارة عن f of x بيساوي a to the power x. طبعا ان هون a لازم تكون رقم موجب، وكمان شرط انه a لا تساوي واحد. شو السبب؟ لانه ليش a لا تساوي واحد؟ لانه if اذا كانت a تساوي واحد، معناته راح يطلع معنا الفانكشن f of x بيساوي واحد قوة x، يعني واحد. وبالتالي هذا الرسم بصير عندنا اقتران خطي، بطل يصير exponential function. بصير عندنا بهذا الشكل، هي f x يساوي واحد، اساوي الواحد، وبالتالي هذا اسمه linear function مش exponential function. فعشان هيك بدناش ايش a تساوي واحد. اذا بشكل عام هذا هو الشكل العام لل exponential function. راح نتعلم كيف نرسمه، بس بشكل عام بدي اعطيكم ايش ملخص عن هذا ال exponential function بهي الصوره. اول حاجه راح نكتشف انه هذا اقتران موجب، يعني رسمته فوق محور س، وراح ارسم رسمتين من خلالهم اميز بينهم. هاي الرسم الأولى، هاي f x بيساوي a قوة x. طبعا هنا بتكون عندي، أنا هون عندي a على هاي الرسم بتكون أكبر من واحد، وطبعا عند الصفر هون إذا بحط محل x صفر، عند الصفر بطلع الرقم واحد هون. فلاحظوا هاي الرسمة، هاي رسمة ال exponential f of x بيساوي a قوة x، وهي بتمثل إيش؟ growth مع الوقت. شو يعني growth؟ growth يعني ممكن استخدم هذا الاكسبوننشال علشان مثلا يصف لي ظاهره معينه، مثلا زي ازدياد بوبيوليشن مع الوقت. البوبيوليشن مع الوقت عماله بيزيد. هلا شو عكس الجروث اللي هو الديكي. فبالتالي رسمه الديكي بتكون بهي الصوره. اذا هاي ممكن تكون رسمه اف الاكس بيساوي اي كو اكس، بس هنا بشرط تبقى ايش؟ اي صح اكبر من صفر بس اقل من واحد. وبالتالي عكس الجروث بنسميه ايش؟ ديكي. فممكن استخدم الاكسبوننشال عشان يصف لي ظاهره الديكي، يعني الاضمحلال مع الوقت، مثلا زي المواد المشعه. حط ماده مشعه، مثلا حط 10 جرام من الماده المشعه، تعال بعد وقت معين بتصير هاي الكميه تقل مع الوقت، السبب في ذلك انها ايش؟ تفقد من وقتها مع مرور الوقت، وبالتالي ممكن نعمل وصف لهي الاضمحلال عن طريق الاكسبوننشال فانكشن اللي بيكون من نوع الديكي. هلا الشيء الحلو في التو فانكشنز انه الدومين لإلهم. شو الدومين؟ الدومين هو زي ما انتم شايفين، يعني جميع الاعداد الدومين، جميع الاعداد الحقيقيه. الدومين يعني قيم اكس، جميع الاعداد الحقيقيه مسموح لي اعوضها، وبالتالي بقدر اكتب الدومين هو كل الاعداد الحقيقيه اللي هو من ناقص انفينيتي لانفينيتي. بينما الرينج اللي هي قيم واي، الصور، يعني الصور راح تطلع معنا من وين لوين؟ بس القيم الموجبه، شايفين؟ لانه الاقتران رسمته وين؟ فوق محور س. فبطلع معنا الرسم ايش؟ الرينج بطلع معنا من صفر لما لا نهايه. عشان هيك بناء على الرينج بقدر استنتج انه الاكسبوننشال فانكشن هو عباره عن ايش؟ بوزيتيف فانكشن. هو عباره عن ايش؟ عن بوزيتيف فانكشن، اقتران موجب، لانه رسمته فوق محور س. اذا هلا بدنا نشوف مع بعض كيف نرسم اللي هو الجراف اللي بالاخضر والديكي. رح ناخذ اكزامبل لما يكون a اكبر من واحد، وكمان اكزامبل لما يكون a بين صفر وواحد. بس بشكل عام هي رسمه الاكسبوننشال، شايفين كيف؟ بطلع على a وبشوف كيف شكلها. فخلينا نشوف مع بعض هي اكزامبل عندنا هون، وبدنا نرسم مع بعض مثلا جراف الاكسبوننشال فانكشنز الاكسبوننشال مثلا جروث فانكشنز. شايفين بدي احط a اكبر من واحد، اللي هو مثلا مثلا y بيساوي 2 قوة x. لاحظوا انا بدي احط محل a الرقم ايش؟ هي محل a بدي احط الرقم 2 هون. فبتطلع نفس رسمة الاخضر، بس بدنا نحط ايش؟ ناخذ مجموعة، نعمل زي جدول بسيط حتى نشوف مع بعض كيف ممكن. يعني انا بقدر اخمن هلا على السريع انه الرسم اللي عندي راح تطلع معي بهذا الشكل. شايفين كيف؟ بما انه انا عندي هون هي x هي y، بما انه عندي الرسمه، بما انه انا عندي هون هيها a اكبر من واحد، معناته الرسمه راح تكون شبيهه بالاخضر. اذا بقدر استنتج هلا على السريع انه هي الرسمه تبعتنا بهي الصوره راح تكون.
هاي رسمة واي بيساوي 2 قوى اكس. ولكن الصح انه نعمل ايش مثلا زي جدول بسيط، نيجي نشوف طبعا عند الصفر بتكون قيمة ايش واحد. انا بيجي بعمل جدول وبحط باخذ قيم لاكس واشوف قديش الصور لإلهم. فالجدول تبعي راح يكون كالتالي، مثلا بيجي بحط هاي اكس، على فرض بدي اخذ مثلا كل ما ناخذ قيم اكثر بنصير ايش؟ بنصير نحدد في الكيرف اكثر، فبدل ما ناخذ ثلاث قيم سالبه مع الصفر وثلاث قيم مثلا للسين موجبه، ونشوف كيف ممكن يطلع معنا الحل. هلا بدي اروح اعوض، مثلا لما اكس تساوي سالب 3 بدي اشوف قديش واي، فبيجي بقول واي عند السالب 3 بدي يساوي 2 قوى سالب 3 ويساوي، اذا بتتذكروا كيف نتعامل مع الباور، هاي بتصير 2 قوى 3 في المقام وتساوي 1 على 2 في 2 في 2 يعني 1 على 8، فهي 1 على 8. بعدين ايش بيجي بقول قديش الصورة عند السالب 2 اللي هي عبارة عن 2 قوى سالب 2 وتساوي 1 على 2 قوى 2 وتساوي 1 على 2 في 2 وتساوي 1 على 4، فبيجي بحط هون 1 على 4. نفس الحاجة الصورة عند السالب 1 2 قوى سالب 1 وتساوي 1 على 2 اللي هي نص، بحط هون نص. هلا بظل مكمل، بيجي بحكي قديش الصورة عند الصفر اللي هي 2 قوى صفر، هاي رقم قوى صفر الجواب له 1 ايوه، والصورة عند الواحد اللي هي 2 قوى 1 يعني 2 هي 2، والصورة عند 2 يعني 2 قوى 2 يعني 2 في 2 يعني 4 هي 4، والصورة عند ليش عند 3 بحط محل س محل اكس 3 وبطلع الجواب 2 قوى 3 يعني 2 في 2 في 2 ويساوي 8 هي 8. اذا هلا انا بيجي ايش؟ بيجي برسم الازواج المرتبه سالب 3 مع 1 على 8. فلو جيت لو جينا مثلا على المستوى الديكارتي، هي انا عندي هون مثلا على فرض انه هي سالب 1 مثلا، وهي هي سالب 2، وهي هي سالب 3، وهي هي مثلا 1، وهي هي 2، وهي هي 3. اوكي، اول زوج مرتب سالب 3 وثمن، ثمن طبعا ديروا بالكم هي النقطة هي 1، هي النقطة هون مثلا 2، هي مثلا 4، ضل مكمل. هلا لو جينا مثلا عند الصفر، الصفر والواحد هي س صفر وهي 1 تيجي على الكيرف بالضبط. لو جينا على الواحد، الواحد مع 2 هي الواحد بطلع فوق اساوي 2، هي الواحد مع 2 تقريبا، شايفين كيف؟ هاي الواحد مع 2، بعدين شفت 2 مع الأربعة، هاي 2 مع الأربعة، يعني شايفين هاي رسم تقريبي، هاي 2 مع الأربعة، 3 مع 8، 3 بنضل طالعين لفوق من تيجي 8 هون، يمكن هون 8 تيجي. هلا سالب 1 ونص، هاي سالب 1 من س بدها مع النص، هي على سوا ايش؟ النص هون، هي على سوا النص، بعدين سالب 2 مع الربع، هاي سالب 2 هون تيجي مع الربع اللي هون، هاي ربع. بعدين سالب 3 مع الثمن، الثمن بيجي في النص هون، وبوصل بين بوصل بينهم بالكيرف الاخضر. فاذا بتلاحظوا هاي رسمه 2 قوه اكس وخلصنا. فاهم حاجه هون انه نعرف انه اي تساوي ايش؟ 2، وهي 2 شو مالها؟ اكبر من 1، يعني بصير عندي انطباع عن الرسمه بطريقه مباشره. فهذا المثال واضح انه بيمثل الجراف، ليش؟ لانه اي اكبر من 1. طيب نشوف كمان مثال اخر بيمثل مثلا ديكي اكزامبل. لو نيجي نرسم جراف دي اكسبوننشال مثلا ديكي فانكشن، هلا في هاي الحاله طبعا السؤال معطينا واي بيساوي مثلا نص قوى اكس، تمام. هلا انا على السريع ليش اسمه ديكي؟ لانه معطيني من هون قديش قيمه ايه؟ معطيني من هنا لانه a تساوي نص، وهي النص اكبر من صفر واقل من واحد، معناتها بقدر استنتج الرسم على السريع. بقدر انا هلا اجي قبل ما اعمل جدول بقدر اكون عارف كيف راح يطلع معي شكل الرسمه. فبيجي بحكي هي x هي y، وبما انه a نص معناته الرسمه راح تكون بهي الصوره. يعني رسم تقريبي، شوف كيف اوكي
برضه كديش نحاول نكون دقيقين. إذا هاي رسمة إيش؟ هاي رسمة واي بيساوي نص قوة إكس. كويس؟ هلا بس إحنا نقدر نعمل إيش؟ نقدر نعمل جدول ونبين هذا الكلام. لاحظوا يا جماعة إنه واي بيساوي نص قوة إكس هي نفسها 2 قوة سالب إكس. نفسها ولا إشي بيفرق. ليش؟ لأنه هي عبارة عن 2 قوة سالب 1 قوة إكس وتساوي 2 قوة سالب 1 في إكس سالب إكس. فنحن لما بنرسم نص قوة إكس هي نفسها رسمة إيش؟ هي نفسها رسمة إيش؟ 2 قوة سالب إكس. هاي نقطة مهمة. هلا بيجي بعمل جدول. هاي إكس ونفس الحاجة تقريبا باخذ ثلاث قيم مثلا على شمال الصفر ونفس الحاجة باخذ كمان ثلاث قيم على يمين الصفر. كويس؟ وبعدها بنطلع صور لاقتران واي فبيجي بحط هون واي. هلا بيجي بدي اشوف قديش واي عند السالب ثلاث وبطلع الجواب 2 هو سالب السالب ثلاث وبطلع الجواب 2 قوة 3 و2 قوة 3 نحن بنعرف انه هو 8 طلعناه قبل شوي فبصير هون 8. هلا واي عند السالب 2 بيطلع 2 قوة سالب السالب 2 ويساوي 2 ويساوي 2 قوة 2 ويساوي 4 فبحط هون 4. نفس الحاجة واي عند السالب 1 تساوي 2 قوة سالب السالب 1 يعني 2 قوة 1 يعني 2 فبحط هون 2 وبكمل. واي عند الصفر يساوي 2 قوة سالب 0 يعني 2 قوة 0 1 بحط هون 1 و واي عند الواحد 2 قوة سالب 1 يعني 1 على 2 هي نص و واي عند 2 يعني 2 قوة سالب 2 يعني 1 على 2 تربيع يعني 1 على 4 هي ربع وبنفس الطريقة واي عند الثلاث بيطلع 2 قوة سالب 3 وهي شفناها قبل 1 على 2 قوة 3 بتساوي 1 على 8 فهي 1 على 8. وهلا نفس الحاجة بيجي بقول أنا عندي هون واحد عندي هون اثنين عندي هون ثلاثة وعندي هون مثلا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة. فلاحظوا إنه الصورة مثلا عند الصفر واحد هيها طبعا نحن بدنا كمان هي هون اثنين وهي هون ثلاثة ونضل طالعين. هلا في عندي كمان الصورة عند الواحد نص، هاي الصورة عند الواحد هون سوى النص، الصورة عند اثنين على سوى الربع، هاي الصورة عند اثنين هون سوى الربع، والصورة عند الثلاث ثمن، هاي الثمن فعندي هون الربع، عندي هون ثمن، تمام؟ وعند السالب واحد اثنين، هاي عند السالب واحد بطلع سوى اثنين، وعند السالب اثنين أربعة بطلع هون على سوى الأربعة. هاي هون اسوي الأربعة مثلا وبنضل مكملين بهاي الصورة بوصل بينهم. كويس؟ لاحظوا لما نوصل بينهم هذا بنسميه ايش؟ هاي رسمة واي بيساوي 2 قوة سالب اكس اللي هي نفسها نص قوة اكس ولا شيء بيفرق. فهي نقطة منتبهين كيف نرسم الديكي. لاحظوا انه الديكي لانه هون عندي انا اي نص، تمام؟ فمثلا ممكن نستنتج على السريع كإكزامبل هيك على السريع إكزامبل find A مثلا، لو سؤال قال لك find A. اوكي، مثلا في الاكزامبلز التالي N 1 لو كنا Y تساوي 3 على 2 قوة X. على السريع شو بجي بحكي؟ بحكي إنه أنا عندي هون A تساوي 3 على 2. بس لو حكيت مثلا 2 Y تساوي 3 على 2 قوة سالب X، كيف أطلع A؟ فهون بطلع ايش؟ شو بجي بحكي؟ بحكي اول شيء واي تساوي 3 على 2 قوة سالب 1 قوة اكس. فبتصير 2 على 3 قوة اكس. فبتطلع معنا ايه؟ اللي هي عبارة عن 2 على 3. هون ديروا بالكم ايه؟ 3 على 2 هي أكبر من 1. وبالتالي هي الرسمة بتمثل ايش؟ جراف. هلا هون في هي الحالة ايه؟ طلعت معي 2 على 3 أقل من 1. وأكبر من صفر. فهي الرسمة بتمثل إيش؟ ديكي. يعني مش صعب نعرف قديش إيه. مثلا لو حطيت كمان إكزامبل واي تساوي مثلا لو حكيت واي تساوي
مثلا 2 هو سالب 3 اكس. فهون بقدر اطول ايش؟ بقدر اطول ايه؟ شو بيجي بعمل؟ بيجي بحكي كالتالي، بحكي هاي واي تساوي 2 قوة سالب 3 قوة اكس، وتساوي 2 1 على 2 قوة 3 قوة اكس، وتساوي 1 على 2 في 2 في 2 قوة اكس، وتساوي 1 على 8 قوة اكس. معناتها على السريع بقدر اعرف ان ايه تساوي ايش؟ 1 على 8، 1 على 8 اقل من 1 واكبر من 0، معناتها الرسمة اللي عندنا هاي بتمثل ايش؟ بتمثل decay. وممكن كمان أعطي مثال رقم 4 زي مثلا y تساوي مثلا جذر 2 جذر 3، مثلا جذر 3 هو 4x. ساعتها في هاي الحالة بقدر أستنتج إنه y تساوي جذر 3 هو 4 هو x، وبالتالي هي عبارة عن جذر 3 في جذر 3 في جذر 3 في جذر 3 هو x. والجواب بيطلع معي قديش؟ هذول بعطوا 3، هذول بعطوا 3، فبصير 3 في 3 هو اكس، اللي هي عباره عن 9 هو اكس. معناته هنا اي تساوي 9، ودام اي تساوي 9 هي اكبر من 1، معناته الرسمه اللي هون راح تمثل عندي ايش؟ جروث. واذا جروث يعني بنعرف نرسم الجروث بهي الصوره، مش مجال غير هيك صح؟ هي رسمه الجروث. بينما اللي عندي هون ديكي، هون بتكون عندي رسمه ديكي، وبالتالي الديكي راح تكون رسمه بهي الصوره. هون راح يكون كمان ديكي، وبالتالي راح تكون الرسمة عندنا بهي الصورة، ما دام ديكي هاي الصورة الرسمة بهي. هلا هون راح يكون عندنا جروث، معناتها بتطلع الرسمة بهي الصورة. مش مجال، تمام؟ الرسمة. فهذا كل ما يتعلق في كيفية تحديد اي. هلا نشوف مع بعض سؤال بيلخص الدرس وننهي فيه. اكزامبل مثلا لو ان مطلوب منا مثلا نرسم على السريع هلا نرسم the following exponential functions، تمام؟ لو مثلا بدنا نرسم هاي exponential functions مثلا رقم 1، كيف نرسم y بيساوي e قوى x؟ طيب اول حاجه انا بيجي على السريع بيجي بحكي من هون بقدر استنتج انه عندي a تساوي e. طبعا e هي عباره عن العدد النبيري اللي هي تقريبا 2.718. لاحظوا انها هي اكبر من 1، معناته بقدر استنتج هلا على السريع انه هي الرسمه تبعتنا. يا اما بنعمل جدول، بزبط طبعا نعمل جدول يعني ما فيش اي مشكله، بس نقدر نستنتج على السريع انه هي الرسمه تبعتنا. هي y بيساوي e قوى x وهي الواحد. طبعا مره اخرى ممكن اعمل جدول، no problem، تقدر نعمل جدول ما فيش اي مشكله، لانه هاي بتمثل ايش؟ جروث، بما انه اي اكبر من 1. اذا هذا كل ما يتعلق في سؤال رقم 1. لو جينا على سؤال رقم 2 مثلا وانطلب منا نرسم واي بيساوي 5 قوى اكس، نفس الحاجه بيجي بحكي هون قديش عندي اي؟ 5 هي اكبر من 1، معناتها هذا عباره عن جروث. بما انه جروث هلا بقدر ارسم على السريع الرسمة تبعتها زي رسمة الـ exponential function اللي فوق، وبالتالي أنا عندي هي x عندي y وهي الـ growth function تبعنا بهي الصورة. هي y بيساوي 5 قوى x، لاحظوا إنه هذا إيش؟ بيمثل الـ growth، وعندي الصفر دائما 1. طبعا مرة أخرى ممكن أعمل إيش؟ ممكن نعمل جدول ونوزع بين النقاط ولا أي مشكلة. طيب شوف رقم 3 مثلا. لو درسوا مثلا y بيساوي مثلا لو درسوا y بيساوي 3 e قوى x، كويس؟ لاحظوا احنا قبل شوي احنا بنعرف هون انه a تساوي ايش؟ e، و e هي اكبر من 1، اذا في عندي انا هون ايش؟ growth. هلا قبل شوي رسمنا ال exponential، اذا بتتذكروا هي ال exponential رسمناها، كانت رسمة الـ exponential بهاي الصورة. فإحنا رسمنا الـ exponential بهاي الصورة، فهاي كانت رسمة إيش؟ e قوى x. بس أنا بدي أرسم إيش هلا؟ بدي أرسم y بيساوي 3 في e قوى x، يعني مثلا راح تطلع معنا الرسمة بهاي الصورة، كويس؟ هلا بدي أعمل
كأني بدي أضرب كل رقم في 3، فراح يطلع معي رسمة هاي الصورة. كويس، فممكن احنا شو اسوي، انا ممكن اخفف من هاي شوي حتى تكون الصورة واضحة. ممكن اعمل كالتالي، انا بعرف ان الاقتران الاولاني هيو، هاي الاقتران الاول وهي عندي رقم واحد هون. هلا الاقتران الثاني راح يكون عندي كالتالي، هاي عبارة عن 3 ايكو اكس، وهذا الرقم اللي هون بدل ما يكون واحد راح يصير 3. هلا طبعا كيف اجت الرسمة بهي الصورة؟ بكل بساطة ممكن احنا نعمل جدول. يعني اذا تيجي تعمل جدول هون، نيجي نعمل جدول مثلا هاي اكس وهي واي، ممكن انت مثلا تستنتج مثلا كيف اعمل مثلا كالتالي، بدي اخذ قيم لاكس وبدي اخذ قيم مثلا لايكو اكس وبدي اخذ قيم لايكو 3 اكس. تمام، فلما تبقى قيمة اكس مثلا 0، هاي راح تبقى ايكو 0 1، وهاي راح تبقى قيمتها الاقتران اسمه 3 ايكو اكس، فهي راح تبقى عوض محل اكس 0 بتصير ايكو 0 1، بس مضروبه في 3 بتصير 3. فلاحظوا انه اي رقم هلا بدنا نضربه في 3، فلما ناخذ مثلا 1 حط محل اكس 1 هون بيطلع الجواب اي، بس حطهم محل اكس 1 بيطلع 3 اي، يعني كل رقم بدنا نضربه في 3. خذ 2 بيطلع هون اي تربيع، بس هون بيطلع 3 اي تربيع، رقم اكبر منه. هون بيطلع معي مثلا عند 3 بيطلع عندي اي تكعيب، هون بيطلع 3 اي تكعيب. نفس الحاجه بنقدر ناخذ مثلا سالب 1، هون بيطلع معنا ايكو ناقص 1 اللي هي عباره عن 1 على اي، هون بيطلع معنا ايش؟ 3 في ايكو سالب 1، يعني 3 على اي، يعني الرقم مضروب 3 مرات. عشان هيك يعني مثلا لو نيجي مثلا عند الرقم 1 هون، هي الرقم 1 هون، الرقم 1 هي على سوى الاي، بس هون راح يكون على سوى ايش؟ هون راح يكون على سوى 3 اي. نفس الحاجة على رقم، على سوى رقم 2، عند الرقم 2 هون راح يطلع معنا على سوى، هي الرقم اللي هون هي عبارة عن ايكو 2، بينما الرقم اللي هون راح يطلع معنا ايش؟ اللي هو عبارة عن 3 في ايكو 2. فعشان هيك بتطلع فيها شيفت الرسم، لو بتلاحظوا فيها شيفت بمقدار شيفت اب، يعني كل القيم مضروبة في 3. اوكي، طيب نشوف مع بعض كيف نرسم مثلا 4، كيف ارسم مثلا y بيساوي 3 على 4 x هو x. فهون ممكن استنتج على السريع انه a تساوي 3 على 4، 3 على 4 هي اقل من 1، اذا بيكون في عندي decay. ما دام في عندي decay معناته على السريع بيجي بقول انا هي عندي مستوى ديكارتي، هي x هي y وهي الديكي تبعها. هاي واي تساوي 3 على 4 هو اكس. فديروا بالكم هاي ممكن واحد، يعني ممكن واحد يثبت انه هاي نفس الحاجه، هاي وراء 4 على 3 هو سالب اكس، نفس الشيء ولا شيء بيفرق. اذا بتقلبها بتصير في سالب. فنفس الرسم عند الايش؟ عند الصفر 1. اوكي. طيب بنشوف مع بعض كيف نرسم مثلا 5، كيف ارسم مثلا اللي هي عبارة عن ايكو سالب اكس، واي تساوي ايكو سالب اكس. اوكي، هلا هون زي ما اتفقنا بيجي بطلع اي، بيجي بحكي هي عبارة عن ايكو سالب 1 هو اكس وتساوي 1 على اي هو اكس، معناته عندي هون اي تساوي 1 على اي، وانا بعرف انه اي 2.718 تقريبا، ف 1 على 2 هي اقل من 1، معناته انا في عندي هون ايش؟ ديكي. معناته انا بروح برسم هلا المستوى الديكارتي زي ما عملنا قبل شوي، بيجي بحكي انا عندي هي اكس وعندي هون واي وهي رسمه الديكي، فهي عباره عن واي بيساوي ايكو سالب اكس، وبالتالي التطبيق مباشر. هلا ممكن سؤال اخر مثلا زي سؤال 6، كيف نرسم واي بيساوي مثلا 2 قوى اكس ناقص 1. هلا هون لازم اجي ارتبها شوي صغيره هاي، او ممكن اعمل جدول مباشر. طبعا بقدر اعمل جدول مباشر، بس ممكن كمان استنتج كيف الرسم، هل هي جروث ولا ديكي مباشره. بيجي بحكي هي عباره عن 2 قوى اكس مضروبه في 2 قوى سالب 1 وتساوي 2 قوى اكس مضروبه في نص، يعني هي عباره عن نص مضروبه في 2 قوى اكس، لان انا هون هي a، a تساوي 2 وهي اكبر من 1، معناتها انا عندي جروث هون.
كويس. هلا بما ان انا عندي هنا جراف، ممكن اسوي جدول، ممكن اسوي جدول وارسم، او ممكن استنتج الرسمه من خلال الرسم 2 كور اكس. يعني انا عندي هي هنا جراف اللي هو 2 كور اكس، تمام، هي رسمة 2 كور اكس، بس انا مش هاي اللي بدي اياها. انا بدي ايش؟ انا بدي رسمة نصها، نصها. طلع كيف؟ انا بدي رسمة هلا ايش؟ بدي رسمة مثلا واي بيساوي نص 2 كور اكس. فبدي نص، شو يعني نص؟ يعني الواحد هون بده يصير نص. هلا شايفين كيف؟ كل النقاط اللي هون بدهم ينزلوا تحت نص، كل النقاط اللي هون بينزلوا تحت نص، وبالتالي بوصل بهي الصورة. فهاي رسمة ايش؟ نص مضروبة في 2 قوة اكس، تمام؟ أو ممكن نعمل جدول عادي، ممكن تسوي جدول هون ليجي أحط هي اكس، وهي 2 قوة اكس ناقص 1، وآخذ قيم. يعني مثلا عندي الصفر بصير 2 قوة سالب 1، عندي الواحد 2 قوة صفر، يعني هي عبارة عن الواحد، هي عبارة عن النص، نظل مكملين. عندي 2 بصير 2 قوة 1 اللي هي 2، شايفين كيف نظل مكملين؟ يعني مثلا هون هي عند الصفر نص، عند مثلا عساوي الواحد بيطلع معانا اللي هي قيمة عند الواحد واحد، يعني مثلا على فرض انه هاي الواحد بيطلع لفوق بيطلع عساوي الواحد، شايفين كيف؟ عند الواحد واحد، بل عند اثنين بنضل مكملين، عند اثنين بيطلع الجواب اثنين، يعني عساوي هاي بيطلع انه هون اثنين. فممكن نعمل جد، يعني دائما في النهاية بقدر اسوي جدول واحل، no problem. هلا نشوف كمان سؤال آخر زي سبعة. مثلا كيف أحل y بيساوي مثلا سالب equal x؟ لاحظوا هون، هلا عشان أقدر أرسم هاي بسهولة، أول حاجة بدي أروح أجيب رسمة إيش؟ بدي أروح أجيب رسمة الـ exponential العادي. فأنا بيجي بقول أنا عندي هاي هون عندي x، عندي هون y، فأول حاجة بدي ارسم ايش؟ ايكو اكس. فهي رسمة ايكو اكس، هاي رسمة اي كو اكس. بس السؤال بديش رسمة اي كو اكس، بدي رسمة اضربها في سالب. فلما تضربها في سالب، الواحد اللي هون بده يصير سالب واحد، وهي القيم اللي فوق هاي بدها تصير بهاي الصورة، وهي القيم اللي هون بدك تضربها في سالب بتصير بهاي الصورة. اذا بنعمل ايش هنا؟ انعكاس حوالين محور ايش؟ انعكاس حوالين محور سين. اوكي، سو هي معناها سالب ايكو اكس. نقطة مهمة جدا انه سالب، احنا كان عنوان درسنا اللي هو الاكسبوننشال، اللي هو اقتران موجب، اقتران موجب. بس اذا بتضربه في سالب بده يصير عندنا اقتران سالب، صح؟ اي شيء موجب، اي شيء موجب اضربه في سالب بده يصير سالب. اذا هي الرسمة اللي بدنا اياها السؤال. اذا هي عبارة عن inflection، انعكاس يعني inflection about ايش؟ حوالين محور ايش؟ حوالين محور سين، about x axis. طيب ممكن هلا نسأل كمان أسئلة بهي الصورة، نختم هذا المثال مثلا اللي هو عبارة عن سؤال مثلا 8. كيف أرسم y بيساوي سالب 5 هو سالب x؟ هلا بجي أول ايش بحدد a هون، طبعا هي عبارة عن سالب برا، و 5 قوة سالب 1 قوة x، إذا هي سالب، واي 1 على 5 هو اكس. اذا هون قديش عندي اي؟ اي 1 على 5 يكون عندي هون دي كي. فانا شو بدي اسوي؟ دي كي بدنا ندير بالنا دي كي بدون سالب، يعني هون عشان تكون الصوره واضحه، خليني اول ايش ارسم لاحظوا كالتالي. انا هاي بدي احط المستوى دي كارتي، اوكي، هي اكس هي واي، وبدي ارسم اول ايش انا ايش؟ بدي اروح ارسم واي بيساوي 1 على 5 قوة اكس، واللي اتفقنا هذا في جواته ايش؟ ديكي، بعدين ايش بعكسه؟ فانا بيجي برسمه بهي الصورة، بما انه ديكي هي هاي رسمة واي بيساوي 1 على 5 قوة اكس، بس السؤال بديش هي رسمة، نضربها في سالب، اوكي، نضربها في سالب، ساعتها بده يصير 1 بده يصير سالب 1. وهي النقاط اللي هون كلياتنا بنعكسها حوالين محور ايش؟ حوالين محور سين. فهي الرسمه اللي هون رسمتها هلا هي عباره عن 1 على 5 قوه اكس بس مضروبه في السالب.
تمام. إذا هي عبارة عن inflection، لمين؟ inflection of y بيساوي 1 على 5 قوة x about ايش؟ about x axis. هلا هي عبارة عن inflection لمين؟ inflection ل y بيساوي p قوة x about x axis. إذا في النهاية زي ما حكينا ممكن نعمل جدول وممكن يعني نفحص ذلك كلياته من خلال الجدول. هلا بدي نروح مع بعض شوي أفرجيكم من خلال الرسم السريع كيف ممكن نشتغل. طيب أوكي أوكي إذا خلينا نشوف مع بعض هلا. متوقع الجميع متابع معي هلا على الرسام هون. احنا كنا نرسم يدوية لهناك، هلا هون ممكن اجي احكي للرسام شو رايك ترسم لنا مثلا 2 قوة اكس. لاحظوا هي رسم لنا 2 قوة اكس، اذا واضح انه ايش جراف. طيب ممكن ارسم لنا طيب على نفس الرسمة ارسم لي مثلا 4 قوة اكس، هي 4 قوة اكس. لاحظوا هي رسمة ايش 4 قوة اكس، او قبل 4 قوة اكس بس عشان افرجيكم شيء اقارن شيء مع بدي ارسم مثلا 3 مضروب في 2 قوة اكس. طلع كيف؟ هلا لما نرسم مثلا الرقم 3 بهي الصورة، يعني 3 بهي الصورة، خلينا نعمل كالتالي، عندنا هي هون 3 مضروب، هي 3 مضروبة في 2 قوة اكس، شايفين كيف يا جماعة؟ الكيرف اللي بالأزرق هو 2 قوة اكس مضروب في 3، طلعوا اللي بالأحمر، اللي بالأحمر هو 2 قوة اكس. اللي بالاحمر هي نفس اللون الاحمر اللي هون، بس اللي بالازرق رحت على الاحمر ضربته في 3. فلاحظوا ان هون مثلا هي الرقم 1 هنا الواي انترسبت 1، بس هون الواي انترسبت هون صار 3 لان كل قيمه ضربتها في 3. نفس الحاجه هون كل شيء بضربه في 3 بهي الصوره، فبطلع الكيرف الازرق فوق الكيرف ايش الاحمر. ولاحظوا انه الاسمتوت هون في عندنا هوريزنتال اسمتوت اللي هو محور سين السالب، محور سين السالب شو يعني هوريزونتال اسيمتوت؟ يعني الرسمات بتقرب منه بس ما بتقطعه، بس بتقرب منه كثير كثير كثير. فبيكون في عندنا ايش؟ هوريزونتال اسيمتوت عند محور سين السالب في حاله الجراف. طيب شو بصير عندنا هلا في حاله مثلا بدي ارسم مثلا في حاله الديكي؟ بس قبل ما اروح على الديكي بدي ارسم مثلا، بدي اروح مثلا هلا على رسمه 2 قوة اكس، نفس رسمة 2 قوة اكس بس بدي اضربها في سالب، بدي انزلها لتحت يعني اعملها انعكاس. شوفوا هلا طلعوا هي لما تضرب 2 قوة اكس اللي بالاحمر، لما تضرب اللي بالاحمر في سالب شايف كيف بنعكس بصير اخضر. يعني خليني هلا اريح الازرق شوي. فالاخضر هو انعكاس حوالين محور سين للاحمر. طيب خلينا نشوف مثلا كيف نرسم. بدي اشيل الاخضر هلا، خلينا على الاحمر. بعدين بدي اروح اجيب مثلا زي رسمه بدل 2 قوة اكس اجيب رسمه نص قوة اكس، يعني هاي نص قوة اكس وهي 1 تقسيم 2. لاحظوا نص قوة اكس احنا عندنا هنا اي هي عباره عن نص، وبالتالي في عندي دي كي. شايفين كيف لما بيكون في عندي دي كي بيطلع معنا اللون هذا البيربل، وبالتالي هو عبارة عن اقتران بيكون في الـ X axis الموجب هو عبارة عن الـ horizontal asymptote، يعني الرسمة بتقترب كثير كثير من محور سين الموجب، فمحور سين الموجب بيكون هو الـ horizontal asymptote، بينما في الجراف اللي بالأحمر بيكون محور سين السالب هو الـ horizontal asymptote. هلا خليني مثلا اجي أقارن مثلا بين نص قوة اكس مثلا، ونشوف مع بعض مثلا زي رسمة التالي. خلينا أول حاجة نرسم مثلا 5 قوة اكس. لاحظوا 5 قوة اكس لما نرسم 5 قوة اكس بالأسود هو بيكون بروح للملانهاية أسرع، يعني في الشق الموجب هون بيكون كثير أكبر من الأحمر، وفي الشق السالب بيكون كثير أقل من الاحمر. يعني ممكن نعمل جدول ونشوف هذا الشيء، يعني مثلا نشوف عند النقطة 1 مثلا، لاحظوا انه عند النقطة سالب 1 مثلا، اذا بنعوض سالب 1 في الاحمر بيطلع 2 قوة سالب 1، 2 قوة سالب 1 هي نص، هي نص، شايفينها؟ هي بالضبط نص، كويس؟ صورة السالب 1 في الاحمر نص،
بس صورة السالب واحد في الأسود، صورة السالب واحد في الأسود تقريبا إيش؟ 20 تقريبا، لأنه بصير عندنا إيش؟ هي 20، لأنه بالضبط هي 20، لأنه بدها تصير 5 قوة سالب واحد، 5 قوة سالب واحد يعني 1 على 5، 1 على 5 يعني 2 على 10، 2 على 10 يعني 2 بالعشرة. تلاحظوا إنه كيف بصير الرسمات لما يكون عندنا، كيف نرسم، شو الفرق بين رسمة 2 قوة إكس و5 قوة إكس. في الشق الموجب يكون الأسود أسرع، في الشق السالب يكون الأسود أقل. تمام، نفس الحاجة ممكن نرسم مثلا، نقارن 5 قوة إكس مثلا مع رسمة مع رسمة أخرى مثلا زي 3 قوة إكس. طلع في 3 قوة إكس نفس الحاجة، الأسود هو الأكبر في الموجب لأنه 5 أكبر من 3، بس بالشق السالب الأصغر بيكون هو 5 قوة إكس. هلا بنفس الطريقة ممكن مثلا إجي أقول بدي أرسم 1 على 3، أي 1 تقسيم 3 مثلا قوة إكس، قوة إكس ونشطب هدول. أوكي، سو هاي رسمة إيش؟ ثلث قوة إكس، بما إنه ثلث قوة إكس A فيها ثلث، إذا هذا دي كي. بس في نفس الوقت ممكن أرسم كمان كالتالي، لاحظوا بدي أرسم مثلا ثلثين قوة إكس، شايف كيف؟ هلا ثلثين قوة إكس اللي بالأزرق لما بنعمل جدول راح نلاحظ مثلا لو نعوض صورة الواحد، مثلا لو نعوض صورة الواحد بصير عندك واحد بالأحمر هو ثلث، هاي الثلث، هاي تقريبا ثلث، بس بالأزرق بصير ثلثين، هاي ثلثين. تمام، وبنضل مكملين نفس الحاجة. هلا نفس الحاجة لما نروح على السالب، لما نروح على السالب واحد مثلا، سالب واحد بالأزرق هو عبارة عن 2 قوة 3، 2 على 3 قوة سالب واحد يعني 3 على 2، كويس 3 على 2 يعني تقريبا 1.5، هي 1.5. بينما بالأحمر السالب واحد بالأحمر هي عبارة عن 3، يعني لأن ثلث قوة سالب واحد، ثلث قوة سالب واحد يعني 3، هي 3 شايفينها، مساوى 3 تقريبا. إذا هذا كل ما يتعلق بموضوع الإكسبوننشال، وأتأمل تكون الصورة واضحة للجميع، وهذا كل ما يتعلق بسكشن 5.1.